بسم الله الرحمن الرحيم. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأعطاه الراية لفتح خيبر، قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من خيبر وحصونها وكنوزها وخيراتها كلها لو رجل واحد. من ينظر إلى البشر اليوم يجد أنهم تجاوزوا 7,500,000,000 إنسان، فيهم من المسلمين 1,700,000,000 مسلم، يعني أقل حتى من 23%. وين 77%؟ هؤلاء كلهم ليسوا مسلمين. منهم من يزعم أن لله الولد، أو يعبد بشرا من دون الله، أو يعبد بقرا من دون الله، أو يعبد صنما من دون الله، أو لا يؤمن بالله أصلا. 23%، 1,500,000 وزيادة مطالبون بدعوة 5,800,000,000 إنسان. طيب ما الحل وماذا سنصنع؟ الله لما اصطفى من خلقه الأنبياء جعل لهم أعظم وظيفة، اصطفى لهم أعظم وظيفة وهي الدعوة إلى الله سبحانه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. طيب ماذا نصنع وكيف نفعل؟ منذ عشرات السنين وإعلامهم يشوه ديننا الإسلامي، من 20 سنة وجاي ازدادوا وبالغوا حتى صوروا الإسلام قطع رؤوس، حتى صوروا الإسلام حرق أجساد حية، حتى صوروا الإسلام غرق أحياء، حتى صوروا الإسلام قتل أطفال ونحرهم وقتل نساء لا ذنب لهن، صوروا الإسلام تدمير وإرهاب، حتى صارت المحجبة في بعض البلاد معرضة للخطر فقط لأنها محجبة، وصارت المساجد فقط لأنها مساجد معرضة للقتل وللهدم وللتفجير. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ وما دورنا وما المطلوب منا؟ كما شوه الإعلام ديننا الإسلامي، لابد من إعلام آخر يبين لما يقارب 6 مليار في الأرض، يبين لهم: يا جماعة، هذا ليس هو الإسلام. الإسلام دين رحمة، دين عدالة، دين شفقة، دين حقوق للبشر، ليس فقط للمسلمين بل حقوق لغير البشر حتى للحيوانات. هذا هو الإسلام. كيف نوصل رسالة الإسلام لما يقارب 6 مليار إنسان على وجه الأرض، خصوصا ونحن عندنا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين راح يصل ما بلغ الليل والنهار. تخيل، هل على الكرة الأرضية مكان ما وصله ليل أو نهار؟ ما في. كل الكرة الأرضية وصلها الليل أو نهار. حتى من باب المبالغة، من باب التأكيد، قال: حتى لا يدع الله بيتا مدر ولا وبر. كل بيت في الحاضرة والبادية سيدخله هذا الدين. شلون نوصل هذا الدين لستة مليار، ما يقارب 6 مليار من البشر؟ كيف سنصل إليهم؟ ليس هناك وسيلة أعظم ولا أفضل من الإعلام. الذي اليوم يحارب الإسلام لابد أن يوضح ما هو هذا الإسلام. طيب أي إعلام؟ الله ما أرسل رسول إلا بلسان قومه. وجدنا اليوم أن اللغة العربية ما تصل إلى 5% من لغات العالم، من الناطقين في اللغة العربية ما يصلون حتى إلى 5% في الكرة الأرضية. إذن ما هي باقي اللغات؟ هناك 10 لغات رئيسية يتكلم بها أغلب البشر، أغلب البشر مليارات يتكلمون فيها. منها على سبيل المثال 3 الأولى: الإنجليزي والصيني والإسباني، منها الفرنسي والألماني والبرتغالي والروسي، منها الياباني، منها هذه اللغات الرئيسية التي في العالم. حتى أن البعض ربما يستغرب، الإسباني نعم يتكلم فيها أكثر من 600 إلى 700 وقيل 800,000,000 إنسان على وجه الأرض. أعطيني رسالة واحدة، 2 دقيقتين 3 دقائق فيديو احترافي يوصل ل700,000,000 إسباني، ما هو الإسلام؟ هل يوجد؟ أنا بحثت كثيرا ولم أجد. ما أبي محاضرات ودروس، أريد فيديو ب2 دقيقتين و3 يشرح لهؤلاء بثقافتهم، بلغتهم، بطريقتهم، ما هو الإسلام. باللغة الروسية، باللغة اليابانية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية. سننتج، وهذه المرحلة الأولى من مشروعنا، فيديوهات احترافية تنتجها الشركات في تلك البلاد
بلسان قومها بطريقتهم وثقافتهم. 2، سنستخدم منصات العالمية في التسويق ونوصلها في المرحلة الأولى بإذن الله إلى 10 مليون إنسان محدد. يعني لما أقول أريد هذا الفيديو الياباني يصل إلى شباب يعيشون في طوكيو أعمارهم بين كذا وكذا، الأمر صار ميسرا اليوم، نستطيع أن نوصل رسالة الإسلام لمن نريد على وجه الأرض بمبالغ محددة. الشركات العالمية توسر لنا هذا الأمر. 3، لو إنسان شاف هذا الفيديو يريد أن يسأل أكثر عن الإسلام ماذا يفعل؟ رجل يتكلم باللغة الإسبانية أو الروسية أو الصينية أو اليابانية، شاف الفيديو يريد أن يتعلم الإسلام، سنضع روابط لمحاورين موجودين على الأونلاين 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، وكلهم محترفون يعرفون كيف يتحدثون مع الناس بأفضل أسلوب حتى يقنعوه بإذن الله عز وجل بالإسلام، أو على الأقل يغير نظرته وفكرته عن الإسلام والمسلمين، يتغير إيجابيا بإذن الله. هذه الخطوة 3. أما الخطوة 4، إذا دخل في الإسلام هناك مدارس أونلاين موجودة خصوصا بهذه اللغات 10 الرئيسية اللي في العالم جاهزة، يدخل فيها أونلاين يتعلم فيها عبادته عقيدته قرآنه، يتعلم كل شيء عن الإسلام المعتدل، الإسلام الناصع، الإسلام الذي هو رحمة للعالمين. من أراد أن يساهم معنا في هذا المشروع الذي أظن والله أعلم أنه بهذا التكامل لم يوجد أبدا في تاريخ الدعوة إلى الله سبحانه، بهذا الأسلوب وبهذه الأهداف وبهذه التقنية وبهذه اللجان، هناك لجان شرعية ولجان إعلامية ولجان فنية في كل جانب، في جانب الإنتاج موجودين، في جانب التسويق موجودين، في جانب الحوار المباشر موجودين، وفي جانب المدرسة التي يتعلم فيها الإنسان دينه في أي بقعة على وجه الأرض كان. هذا المشروع سميناه مشروع هدهد، تيمنا بهدهد سليمان عليه السلام الذي تسبب بإدخال أمة كاملة في دين الله عز وجل. من أحب أن يشاركنا فليشارك بماله، لأن دولار واحد نستطيع به أن نوصل رسالة الإسلام 7 من البشر. لو دخل من 7 واحد في دين الله عز وجل، تخيل ب1000 دولار ماذا ستصنع؟ تخيل ب1,000,000 دولار كم ستوصل رسالة الإسلام للبشر؟ هدفنا المليارات، لكن عوننا بعد الله عز وجل بكم أيها المسلمون لنوصل رسالة الإسلام، رسالة الرحمة للعالمين.